فعلا في الاسبوع ده في افضل حاله من الاسبوع اللي عدى. كان عندنا شويه تعويضات كانت موجوده ما لناش يد فيها، الخاصه بكسر المواسير وخاصه باعطال او مصدمات كبرى ادت لكثافه الضغط كانت موجوده. الحمد لله احنا نقدر نقول ان الحاله النهارده كويسه حتى الان. احنا في فتره ذروه الكثافه الفتره الصباحيه، نقدر نقول المحاور كلها، مش هنقول كلها 100% وحاجه زي الكل، لا نحاول كلها عليها كثافه، لان احنا في فتره ذروه الصباحيه زي ما بقول لحضرتك اللي هي فتره دخول المدارس وفتره ذهاب الموظفين لاعمالهم، بتشهد محاور القاهره كثافة عالية جدا في المناطق المتواجدة على كوبري اكتوبر في القادم المتجه لمناطق جديدة، ونسبة الكثافة حوالي من 30 ل 40%. كان عندنا مصادمة أعلى كوبري العباسية أدت لكثافة أيضا في قادم مناطق ميدان العروبة المتجه لمناطق لطفي السيد بين 3 سيارات بدون مصابين الحمد لله، وتم إنزالها وتم إنزالها لها وبيتم سحب الكثافة المتواجدة نتيجة هذه المصادمة. عندنا في محور صلاح سالم في منطقة البنجاري القادم من مناطق مصر الجديدة مدينة نصر جاي من طريق المطار، كان عندنا مصادمة بين سيارتين وفيها مصاب قبل كوبري البنجاري عند البانوراما تحديدا، تم تجنيب السيارات وتم نقل المصاب، وحاليا بيتم سحب الطريق دي في أثرت على اللي جاي من نفق المرداني اتجاه مطلع اكتوبر اتجاه صلاح سالم. لكن احنا بنقول للمتجه للطريق ده اكتوبر حالته كويسة، صلاح سالم حالته كويسة، وان كان يفضل صلاح سالم لان الحالة فيه افضل حالة من اكتوبر زي ما بنقول الكثافه عليه تعدت ل 40%، وده معدل طبيعي لمثل هذا التوقيت من اليوم. محور النصر في القادم المتجه الحاله فيه كويسه، بعض الكثافات في المناطق المتفرقه في محور النصر، نقدر نقول في مدخل عباس العقاد، مدخل مكرم عبيد، محور مصطفى النحاس في كثافه متواجده نتيجه المدارس المتواجده بهذه المنطقه في القادم المتجه ايضا في كثافه. ايضا المناطق اللي فشت كثافه عندنا منطقه الزمالك فيها كثافة عالية جدا نتيجة منطقة التجمع المدرسي المتواجد بهذه المنطقة. عشان كده بننصح العربيات القادم من مناطق الشيخ زايد والقادم مناطق اكتوبر مناطق جديدة عن طريق مايو يفضل لكوبري اكتوبر حاليا افضل من كوبري 15 مايو لحد انتهاء الكثافة المتواجدة بها في المنطقة. محور الكورنيش القادم مناطق شبرا العيل واتجاه مناطق المعادي الحالة فيه كويسة جدا، نقدر نقول منطقة ماستيرو هي فقط المنطقة اللي فيها كثافة، والمنطقة الأخرى هي منطقة معهد الأوراق. لوائح عن طريق محور الكورنيش اتجاه الجيزة يفضل لمطلع أكتوبر أفضل حالا من كوبري الجامعة أو كوبري عباس أو كوبري أو الدائري اتجاه منزل البحر الأعظم، ده هيكون أفضل حالا من كوبري الجامعة نتيجة الأعمال المتواجدة في منطقة ميدان النهضة إنشاء نفق النهضة للسيارات. دعم الكثافه القادم من القاهره اتجاه مناطق الجيزه. محور الثوره او محور الام اي القادم من مناطق القاهره الجديده مناطق التجمع الحاله فيه متوسطه بنسبه 50% الكثافه متواجده على محور الثوره لحد منتصف محور الثوره اتجاه العروبه. اما منطقه محور الام اي وشارع التسعيني فالحاله فيه كويسه جدا، نقدر نقول لحد منطقه ما بعد منزل كوبري المشير اتجاه مناطق مدينه نصر الحاله فيه كويسه جدا. ده الكثافات ابرز المناطق الموجوده كثافات عندنا. نفق الازهر ماشي بطبيعته في اتجاهين تقادم متجه الحمد لله، ما فيش كثافه متواجده فيه، ما فيش اعطال، ما فيش مصدمات كبيره نقدر نحول العربيات لمسارات اخرى، ما فيش كثافه توقف او شلل مرور نقدر نوجه العربيات او قائد السيارات لاخذ طرق بديله. الحمد لله نقدر نقول الكثافه على مستوى القاهره حوالي 40%، وده معدل طبيعي او معدل كويس بالنسبه لهذا التوقيت من اليوم.